السؤال الثاني في أيضا في هذه الرسالة من الأخ الكريم، يقول: أرجو من فضيلة الدكتور صالح توضيح سجود السهو في حالة الشك في عدد الركعات زيادة أو نقصان. إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يجعلها ركعتين، وإذا شك هل صلى ركعتين أو واحدة اجعلها واحدة، وهكذا. ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام أو بعده. السجود قبل السلام أو بعده كلاهما جائز، المهم أنه يجب عليه السجود للسهو في هذه الحالة، ويبني على الاحتياط وهو الأقل، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأن الأصل عدم الزيادة. نعم، هو كأنه شيخ صالح أيضا في هذا السؤال يتبادر إلى ذهنه ما يتناقله الناس من أن السجود قبل السلام أو بعد السلام، فيريد التوضيح في هذه المسألة. السجود إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، كما لو صلى ركعة زائدة أو سلم قبل إتمامها ثم تنبه وأكملها فإنه يكون السجود بعد السلام، لأنه يكون ترغيما للشيطان في هذه الحالة. أما إذا كان السجود عن نقص في الصلاة، لأن ترك واجبا من واجبات الصلاة، كأن ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، فإذا كان السجود عن نقص في الصلاة أو ترك التشهد الأول مثلا فإنه يكون قبل السلام، لأنه في هذه الحالة يكون جبرانا للصلاة. وكذلك الحالة الثالثة، إذا كان السجود عن شك في الصلاة كما مر، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وإذا سجد قبل السلام فلا بأس. نعم، إنما موطنه قبل السلام أو بعد السلام سيان في مثل الحالة الثالثة يا شيخ؟ لا، ليس سيان، بعد السلام أفضل. أفضل. إينا. نعم.